مرحبا أيها الأصدقاء، أنا جيزام زوليها كوتشوكوسي، طالبة في السنة الأولى بقسم التجارة الدولية والتمويل في جامعة أوستيم التقنية، رئيسة تجمع ريادة الأعمال والابتكار. تأسس تجمعنا في الفصل الدراسي الثاني من عام 2020 بهدف جلب روح ريادة الأعمال لجامعتنا واكتشاف إمكانيات الشباب في ريادة الأعمال وتوجيههم نحوها. نعقد اجتماعاتنا في غرف الاجتماعات الخاصة بنا داخل الحرم الجامعي. مع الأهمية التي توليها جامعتنا لريادة الأعمال، فإننا كتجمع ريادة الأعمال والابتكار نهدف إلى توفير هذه الفرص لطلابنا. في الحقيقة نحن ناد يحظى بشعبية كبيرة جدا في جامعتنا، لذلك نسعى إلى زيادة عدد أعضائنا 130 إلى 150 أو 160 عضوا في المستقبل. نقوم بعقد العديد من الاجتماعات مع أصدقائنا في الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نزرع في أنفسنا حس المسؤولية من خلال تطوير المشاريع مع أصدقائنا، نظراً لكون جامعتنا نشيطة جداً في مجال ريادة الأعمال والابتكار. نخطط بالقيام بالعديد من المؤتمرات والرحلات التعليمية والمسابقات المتنوعة. قوة التجمع الكبرى تتمثل في القيم التي تجمعنا سوية. بصفتنا تجمع ريادة الأعمال والابتكار، نرحب في تجمعنا بكل المهتمين بمغامرة ريادة الأعمال في جامعتنا. أعتقد أيضاً أن الاستمتاع بالقيام بعمل ما يؤثر على تحفيز التجمع. إذا كنا نستمتع بالقيام بشيء ما، فإننا نستمر بالقيام به. نحن في انتظار جميع أصدقائنا المهتمين بريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا إلى تجمع ريادة الأعمال والابتكار.